جمال توفيق عبد الحميد، كنت في منتخب مصر كمال اجسام، لعبت بطوله افريقيا سنه 2001، عملت مركز ثالث، كانت اول مره اشارك في بطوله دوليه، كنت طبعا ماشي في انجازاتي. الاصابه اللي انا تعرضت لها حادث عربيه يعني على طريق اسكندريه. الفتره اللي بعد الحادث طبعا سنه لسنتين فتره احباط جامده جدا. اول كرسي قعدت عليه يعني حسيت ان انا خلاص انا بنتهي، مش مصاب، لا انا حسيت ان انا خلاص مفيش حياه. كان ليا من اللعيبه كتير جدا ابتدوا طبعا هم برضو يشجعوني ان انا انزل تاني وابتدي اتابع معاهم تمرينهم، اتابع معاهم التغذيه بتاعتهم. ما كانش في الوقت ده، ما كانش لسه جه الوقت ان انا يجي لي الباور تاني ان انا ارجع اتمرن، او هي ما كانتش في دماغي خلاص تاني. ابتديت بعد كده انا احس ان انا محتاج للتمرين كعلاج طبيعي ليا، او ان انا اقدر احرك عضلات جسمي تاني. اول مره حبيت انزل فيها الجيم اتمرن انا ما كنتش عارف ابتدي بانهي جهاز، او يعني هتمرن ازاي، هقعد على الجهاز ازاي، طب هعمل سيفتي لنفسي ازاي. بقيت اجرب التجربه الاول على الجهاز بوزن خفيف خالص، رجعت لي الروح بتاعت الجيم تاني. ابتديت اقعد على كل جهاز بيقعد عليه حد عادي. مفيش اي جيم في مصر عامل حاجات تأهل اي حد قاعد على الكرسي ان هو يدخل الجيم يتمرن. احنا عندنا فكر غلط جدا في مصر ان هم بيعتبروا ان اللي قاعد على الكرسي يعني حاجه مش موجوده. مفيش حد بيحاول يحسسهم ان هم عادي زيهم زي اي حد. هي الحياة ما بتقفش غير يعني عند الموت.